السلام عليكم ورحمة الله، معكم ايديكس في تحدي جديد. طبعا يا شباب، في تحدي اليوم راح احاول اعيش في الكهف لأسبوع كامل. فهذا التحدي يا شباب، ادري اشخاص كثير طلبوني اسوي هذا التحدي بعد تحدي البحر، وان شاء الله في هذه المرة راح اسويه. طبعا راح ابني في كهف مرة بعيد، بس ان شاء الله ما يكون في احد باني. لو في شخص موجود في هذاك الكهف راح اريده وراح اسيطر على الكهف شخصيا. بس اول شيء مثل ما تعودنا، تفرم ستون وتروح اوتبوس حتى تبدله لخشب. الكومبات نايف يا شباب، لولا هذه المشكلة راح يكون أفضل حرفيا ميلي ويبن في تاريخ راست. إيش هي المشكلة؟ أتوقع أن أغلبكم اللعيبة راح يعرفوها، اللي هي قوة الكومبات نايف، مو قوة، الدرابيلتي، التحمل. يعني حرفيا شوفوا، فرمت كم بارل، ربع تقريبا ربع الكومبات نايف راح، حرفيا هيلث ربع راح. فهذه نقطة ضعف الكومبات نايف، إنه مرة ضعيف، قوي بس في نفس الوقت يعني يتكسر بسرعة. هذه هي مرة نقطة ضعفه. بس انا اتوقع بعد التحديد قوي الميس، تذكروا الميلي ويبن هذيك اللي اسمها الميس، صارت مرة قوية من بعد التحديثات. لو الاقيها راح اوريها لكم. او ماي جاد، يا الحظ، هذه هي الميس. ما تشوفوا يا شباب، هذه يا شباب قبل كانت ضعيفة. ليش؟ لان البراميل الزرقاء. او ماي جاد، دب هازمات، والله حظي حلو اليوم. البراميل الزرقاء كانت تاكل ضربتين من الميس وكانت مرة بطيئة، فهذا مرة كان نقطة ضعف قوية للميس، كانت خايسة. بس بعد التحديث صارت الميس تدمر أي برميل بضربة واحدة بس، فهذا السبب خلى الميس سلاح مرة قوي. أتوقع حاليا صارت هي أقوى سلاح ميلي حرفيا في راست. أو بيكاكس، حلو، أوكي. فيب هذا هو السبب اللي خلى الميس مرة قوية، اللي هو بعد البف اللي صار لها. حرفيا افضل تريد في تاريخ راست، تفرم بس 3 نوت ستون تحصلك 10000 خشب، كمية مجنونة. انا مو مصدق حرفيا قوة هذه الميثود، تفرم لك بس 3 نوت كمية خشب. او ماي جاد، مرة فعالة. فبرضو فرمت سلفر، راح اقول لكم ليش فرمت سلفر بعد شوي. ليش؟ لان اغبى شيء تسويه في حياتك انك تروح تلعب بكروسبو او اي سهم ويكون الوايب مويب قبل فترة، قبل 3 ايام اغلب الناس عندها اسلحة. لا تحاول تستخدم سهم، لا تحاول تستخدم كروسبو، هذا الشيء مرة غبي. على الاقل ريفولفر، يعني انا اشتريت هذا بي 2 لانه مرة قوي في نفس الوقت رخيص. هذا هو سبب، لا تستعمل كروسبو اي نوع من الاسهم، بالذات لو كان سيرفر مويب بعد فتره، لان الاسهم مره ضعيفه مقارنه بالاسلحه. البي 2 سلاح كويس، يعني يعتبر سلاح لو غدرت بشخص عنده اي تقدر تقتله، بس بسهم ما تقدر تسوي اي شيء حرفيا. فنصيحتي فرم لك شويه سولفر حتى تشتري سلاح، او ممكن طاوله ورك بنش، هذا الشيء رجع لك. لكن شيء نسيت اقولكم عليه، لا تشتري اي سلاح من الدرونز الا لو كان عندك البلو برينتس، لو كنت متعلم الرصاص، لان تقريبا 99% من الاسلحه اللي تشتريها ما فيها اي رصاص، صفر. فضروري تكون متعلم الرصاص او تشتري من اي سوق يعني. بس للاسف انا عندي بس 12 طلقه حاليا، لان ما عندي جام باودر، ما عندي سكراب اشتري سموك جرينيدز، قنابل دخان. ف 12 طلقه تكفي اتوقع، فايت بسيط. اوكي ليتس جو يا شباب، وصلت للكهف. ان شاء الله ما يكون في احد باني داخل الكهف، بس حرفيا اقدر اسيطر على الكهف على طول واصنع وورك. بس ان شاء الله ما يكون في احد داخل الكهف. لا لا، لازم اريده. ابواب حديديه ستون، مره ايزي ريد حرفيا. راح ابني بيس فوق في نفس المنطقه، راح اجهز متفجرات وراح اريده وراح استولي على البيت ضروري. على طول اسهر السولفر تجهيزا للريد، ساتشل سولفر بوم بوم، بعدها استولي على الكهف. هذا البيس متريد. اوه طايح دي كي، ليتس جو. اوكي
اوكي لحظة، اوكي احتاج سلفري شباب حتى اريد. ليتس جو، طاولة ليفل 1 برضو. شوف الحظ. اوكي الكومبوننتس خايسة، يعني اغراض السيارات تير 1 زبالة، برضو زبالة. اوه رصاص زيادة، نايس. ما كان عندي رصاص. والله صراحة اللوت خايس، بس لوت الدي سي كان، يعني لوت الدي سي والله اسطوري. كمية الجن باودر، سكراب، كل شيء احتاجه حرفيا. الاويل، الكرود اويل، واو يا اللوت. طبعا يا شباب انا ما قلت لكم المنطقة هذه مرة حلوة ليش؟ لان فيها الكهف. اوه شيت، في شخص في شخص في شخص. اوه هارب. اوه لحظة لحظة لحظة، او ماي جاد، ما توقعت ان عندي سيمي. بس انا مشكلة ما عندي ميدز، ما عندي ابر. بوش لي فوق ولا تحت؟ فوق ولا تحت؟ وات، 3 هيتس ما مات، والله حرام. لحظة وين رايح هذا؟ اتوقع انه داخل السوبر ماركت، راح اصعد فوق وراح انزل له. لحظة اوكي. او ماي جاد، واو اخر طلقة حرفيا، اخر طلقة في الكليب المجازين. شوفوا كمية اللوت، وات، 1000 كلوث. او ماي جاد، اقدر حرفيا ابني طاولة ليفل 2 على طول، وات. او ماي جاد يا الحظ، اخر طلقة قتلت بها. واو هذا مو حظ، ايمي شيخ. ايمي الخايس، ضيعت كم طلقة. اوكي اتس اوكي، اول فايت فايتس اوكي. قاعدة للمبتدئين، طبعا لو كان انت عندك كان سلاح خايس وقتلت شخص عنده سلاح متوسط، لا تحط سلاحك المتوسط في البيس وتطلع بالسلاح الخايس مرة تانية، لا. هذا الشيء هذا كان عندي وانا كنت نوبي، يمات قديم، يمات قبل، يعني كان لو حصلت اي كي راح تهرب بيه على البيس على طول، ما راح تستخدمه، تخاف خوف انك تخسر هذا السلاح. ضروري انك تتخلص من هذا الخوف، لو حصلت سلاح حلو استخدمه على طول عادي حتى لو تموت بيه يعني. ف او ماي جاد فجاني، هو نفس الشخص. رجعلي وات، ستة شغل لي اغاني حسب ديسكو. راح اذكر من الاسم، يب هو نفس الشخص. هذا واضح ساكن في نفس المنطقة، ضروري ما يعرف مكان بيسي. والله حلو، ثلاثة أسلحة من أول يوم، طاولة ليفل 2، بيرفكت، بيرفكتو. وات ذا هيل، في شخص مسوي تحدي، تحدي البحر. أروح أخرب عليه، أو ماي جاد بس أتوك. إيش رأيكم يا شباب؟ وات، ما اقدر اوصل القواعد هذه، راح اطيح هذا طبعا. البس كله راح يطيح. او ماي جاد راح يزعل، ما اشوف انا، ابي اقتله بالسيف. والله لو كان عنده سبير كان راح يجلدني جلد مو طبيعي. بس مين في اللعبة يستخدم سبير جن يعني؟ إلا نوب اي دي اكس، ما في أحد في اللعبة يستخدم هذا السلاح. هذا هو تشوفوه. لحظة راح أطيح كل البيت. أوكي. لحظة بس، كم هير بوي. أوه ماي جاد. تكسر سيفي. وات؟ ما توقعت إنه راح ينكسر. يلا هذا ما اقدر امسح معاه حرفيا، راح يجلدني بالسيف. هذا بس متريد ولا طايح ديكي؟ من المستعمرة اتوقع انه طايح ديكي، بس يمكن اشخاص بالطيارة ريد. What the hell are you doing my friend؟ اوكي كيف اقفز اسويها؟ لحظة بس. اوه ليتس جو، سويتها.
اتوقع ان طايح ديكي من شكل الديزاين وكشكل حوات كيف اغلبها طايحه. اتوقع ان ديكي مو متريد. اوكي ما مت، بس ان شاء الله بس يكون في لود على الاقل حتى اطلع. او بنكر، او في صناديق لود. لحظه بس اهيل، مشكله ان ما عندي شيء اهيل فيه. في منشار، او نايس منشار، مو هذاك الواو بس يعني خير من بلاش. ما في اي شيء من الجهه الثانيه. ان شاء الله ما يكون في شوتجن تراب. اوكي ما في. لحظة، اوكي. ضاعت سباح. يعني الواضح ان متريد وهذه قمامة شخص. في مقولة مشهورة اتوقع عند الاجانب مو العرب، ما ادري حتى العربي يعرفوها. المهم مقولة تقول someone's trash is another one's treasure. so يعني قمامة احدهم يمكن تكون كنز شخص ثاني. يعني شوف هذا الدرع، احتاج درع. قمامة احدهم يمكن تكون كنز شخص اخر. هذا هو المثل، زي ما تشوف هذا الشخص شافها مثل قمامة، انا اشوف هذا الدرع مرة مفيد. والهوديز في حديد. او ماي جاد، ما توقعت ان في اي لوت حرفيا في السطح. في الاغلب يعني السطح ما في اي لوت. اوكي شباب، وش ارمي الاشياء الخايسة؟ الهوديز، الكومبوننتس، هوديز مات. اوكي ما توقعت في لوت. مرة حلو هذا البيس، بس حاليا المشكلة انا كيف اطلع؟ هذه المستعمرة مقفلة وما عندي لادرات. او شيت، الشيء اللي مرة غريب ان في جزء من البيس ما فيه تي سي، يعني جزء المنتصف او ماي جاد ما فيه تي سي. ف بس وش اسوي باللادر؟ ما عندي باندجز او ميتس. لو ابني هالف وول، ولا اتوقع اني اقدر امشي اطلع، ما احتاج اي لادر. وات ذا هيل، والله هذا رجع وطور بيسه. ما توقعت انه راح يرجع. والله هذا مصمم يسوي نفس تحدي حقي، تحدي العيش في البحر. بس غبي، ما يعرف كيف يبني. مو ضروري تبني حوات، تقدر تبني قواعد بس مو حوات. غبي. المهم طبعا شيء ضروري تبنوه اللي هو الجراج دور، بالذات لو بيتكم 2 باي 2 او 2 باي 1. شيء ضروري جدا انك تبني جراج دور، لان ما في احد يتوقع انه في جراج دور. يعني راح يكون مره اكسبنسيف اللي تريده. يعني الجراج دور تخيلوا يتطلب 9 ساتشلز، مره اكسبنسيف. كذا في لحظه حظي مره زباله، ما لقيت اي قارب حرفيا. قوارب الترسبن في المناطق الخضراء وفي الصحراء نادر، بس ترسبن برضو. اما في الثلج ابدا ما ترسبن القوارب. ان شاء الله بس احصل لي قارب في هذه المنطقه. اوكي ليتس جو، حصلنا رب. بس المشكله ان في شخص في الكارغو، البوتات اغلبها ميته، فواضح ان في شخص. بس اتس اوكي اتس اوكي اتس ايزي. اتس اوكي حتى لو اموت عادي يعني. والله نوب. لحظه، اوكي حلو. او ماي جاد، اوكي كويس ان شخص عنده تومي وعنده اي كي بولتي. اهيل نفسي وراح ابوش له. شيء مره غبي الصراحه اني افايته من بعيد، ما عندي اي ابر اي بان الا ابره واحده بس وراح اصرفها حاليا. ضروري اخر فايت بيني وبينه راح يكون الفايت النهائي، يا اما اموت او اقتله، لان ما عندي ميتس. او ماي جاد قرب. هيت شوت ما مات، هيت شوت ما مات، هيت شوت هيت. اشوف راسها ما اقدر اجيبها، راسها مره صغيره. اوكي مستحيل ما مات. ليتس جو، هذا تانك، هذا دبابه. اوه شوفوا اللوت. او ماي جاد، سي 4.
اقدر اريد بيت الكهف. واو يا الحظ، مو حظ ايم وحظ برضو. نايس. What the hell is this؟ في شخص يسبح. غبي، ما تقدر تسبح للكارغو. او قارب، او شيت، لحظة بس ما اشوف احد. هل يمكن ضيع الكارغو؟ حاول يدخل بس غبي وطاح في الماء في الاغلب يعني. لحظة اشيك على اللادر، اوكي ما في احد. اساطير تحية، سولو نظف كل كارغو بنفسه و... بس جي جي يعني. فجعني، او ماي جاد، سي 1، شايف الاسم هذا من قبل؟ والله فجعني، حسبت شخص واحد بس. فود جاد يا اخي، والله حرام، والله لو كنت ادري بيه لقتلته. المهم اتس اوكي. اوكي يا اخي، انا وش كنت اسوي؟ طز في كارغو وام كارغو، اصنع ساتشلات واريد الكهف واسيطر عليه على طول. هذا هو التحدي اصلا، ما كان تحدي كارغو، كان تحدي اعيش في الكهف. هذا هو. اوكي راح اريد اول باب واشوف وش بعده حتى يعني اسوي قراراتي. هل افرم لطاولة ليفل 3؟ هل يمكن هذا هو اخر باب؟ ف السوت. اسرع ساتشلات في حياتي. كان باب ثاني بس. اوه الفريم خشبي. يا غبي، الفريم خشبي، اقدر اجيب فليم ثرور او سيوف او اي شيء خايس اقدر ادمره. نايس. ممكن الشيء الوحيد اللي غير واقع في راسي اللي هو هذا، يعني شيء غريب ما ادري والله. وات وات ذا هيل وات، والله اول مره اموت لي برميل، يعني برميل يقتلني، شيء مره غريب. وات ذا وات، ايش في هذا؟ هذا فخ. او ماي جاد يا اخي، مسوي كنت الاوتو كليكر. كراج دورز ضروري اصنع طاوله ليفل 3 ضروري، حتى اصنع روكتات اسوي سبلاش ادمر الاثنين. بس اتوقع اني قربت للمين، يعني اتوقع اني مره قريب، فاتوقع اني راح استولي عليه. بس ما ادري هل اقدر اسويه في حلقه يعني في اليوم او يمكن يوم ثاني، والله ما ادري. بس كراج دورز يا اخي بيج بروبليما. اوكي يا شباب، تحديث بسيط، طلع اللي قتلوني هم العرب اللي كنت العب معاهم اكثر من مره في نفس الجروب، فقالوا لي تعال اسوي لك انفايت. برضو قالوا لي نقدر نرجع لك لوتك، يعني ترى عادي هذا لوت. بس قلت لهم انا لا، مستحيل سولو لوت سولو، هذا يعتبر غش. واصلا هم يعني فير فايت قتلني وصح فجعني، وانا ما كنت ادري ان في شخص بالكارغو، بس فير فايت وقتلني فعلى القبعة. فبس دخلت معاهم للتين وبعدها رجعت للعب كسولو. جيت سباحة وحاولت اطلع ما قدرت، بس كان معي الادرات جاهزة. جيب يلا جي 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 مان. فرمت نصف الطريق، او ماي جاد لاج يا اخي، فرمت نصف الطريق وانا ادور لي على سيارة. ايش هذا اللاج؟ انا سويت اصلا مقطع شورت قصير عن اللاج، فان شاء الله اغلبكم شافه. حل بسيط انك تبني في الشاطئ، يعني تروح لي ما تروح بسيرفرات فل وتبني على الشاطئ بس. والله اوت بوست مرة بعيدة، ليش اجيت اوت بوست؟ عندي اشغال اسويها، يعني اسوي شيء احول الحجر لخشب، لان انا مرة كسول حتى افرم خشب، وبرضو في الصحراء ما في خشب كثير يا اخي. المهم، وبرضو اصور ريفاينر للكرود اويل، ما عندي لو جريد، ما اقدر اصنع ابر. زي ما تشوفوا عندي ابرة واحدة بس، مرة خايزة بس اتس اوكي اند بيتر ذان نوثينج. فهذا هو السبب، بس جيت اسوي ريفاينر للكرود واحول الحجر لخشب.
ايديكس وش قاعد تسوي؟ وش قاعد تسوي؟ قامر استغفر الله. أو في ريد سايد في المنطقة يا شباب. Oh my god. ساتشلز. هذا easy counter. هذا هو أكيد هذا هو. هذا هو أقرب بيس. يب. Oh my god هذا هو في الداخل. لحظة. في الداخل. What the hell. Oh my god. سيل. لا سيل. بالآمورد. حسبت ان هذا هو الفتحة. حسبت هذه فتحة الباس اللي مريد منها مو بالخلف. تهل مان. استوقعنا اوكي ما في حتى اللي في الصباح. بس يمكن يطلع راح كمبرلة. مو كمبرلة يعني هذا ريد. مش تبوني اسوي. يمكن يطلع. او لاكر. خياس. اوكي. تخلصت من الخياس هذاك المهم. راح اروح للابس راح استخدم الاير دروب هناك فرلمي كومبوننز اصنع الطاوله بالثلاثه اريد الكهف بعدين ما يقولوا لي ناس ان انت كاذب في العنوان يا كذاب تقول انك راح تسكن في الكهف وانت ما سكنت في الكهف هذا وبس اروح لي افرم لي شويه كومبوننز واللي يقول لي وش صار في الريد هذاك انت كاونتر بتومي وش صار فكلكم راح اعطيكم بس 5 ثواني يوضح لكم وش صار اوه شيت والله البيس هذاك اكتف اتوقع انه مو مكتمل ومتريد شيء غريب والله او ماي جاد يا لاج يا اخي شباب بليز دونيشنز حتى اطور البي سي راح اسوي لي ستاج للاغراض واروح اشيك بدي بي الآن أوه سيمي بيستل سلاح المفضل أوه شوفوا كمية الكمبودر أوه ماي جاد شوفوا كمية الكمبودر وات وزيادة كمبودر يا أخي والله أنت مجنون فهذا سببي شباب انك ضروري تعلي اعدادات الصوت في لعبة راست مثل هذا الاطرش ما سمعني وانا اركض وراه او ماي جاد يا اخي اخيس شيء لما تروح للابس بدون اكسجين تانك اخيس شيء يعني تقدر تروح بدون فنس بس راح تكون بطيء لكن بدون اكسجين تاك في احتمال كبير راح تموت ما ادري حتى كيف راح اطلب سبلاي دروب يمكن الاقيني تانك موجود في هذا المكان بس افرم كومبوننتس طاوله ليفل 3 بوم بوم هذه هي الخطه حاليا اللي دايم يقول لي في التعليقات ايش هو اقوى سلاح تقتل فيه البوتات ها شوف 3 بوتات في ثواني واكلت 50 دمج بس حرفيا والله سلاح المفضل صاير السيمي بيستل سبلاي دروب خرب يطيح فهذا هو السبب لاني ركبت فوق حتى اشوف وين راح يعني راح ينزل سبلاي دروب ف وات وين السبلاي دروب؟ وش هذا؟ وش قاعد يسوي هذا؟ او ماي جاد ايديكسي ليم تهيل هذا نفس صاحب البيس هذا نفس صاحب البيس اللي سرقت منه البيستل والكمباودر لحظة هاي البس تتوقعون هل تقدر خلي الدروب يهبط على القارب يعني هذه تجربة
احدى تجارب IDX زبالة تقدر تلوته. لا ان شاء الله ما اموت. ساتشلز خياس وكاستم برضه. والله تمنيت كانت C4 بس اتس اوكي. بس كومبوننتس حلوة، اقدر اصنع الطاولة بالثلاثة وابدا اريد. نايس اوكي وصلنا. حلو شوف كمية الكومبوننتس. اوه والله انا استاكت حاليا في 2x1 والادوت اسطوري هذا. فادري يا شباب صار الوقت الخايس اللي انا اقولكم ان هذه هي النهاية، بس مو نهاية سلسلة، نهاية بس اليوم ان شاء الله. بعد بكرة رح ارجع لكم بمقطع ثاني، في مثل ما تعودنا يوم بعد يوم مقطع، ويوم بعد يوم برضو فيديو قصير حق الشورتس. شكرا شكرا مرة على المشاهدة، لسوني من لايك والاشتراك لو عجبكم المقطع. لو ما عجبك المقطع لا تسوي لايك، بس لا تسوي ديسلايك. اوكي بدون سماجة. المهم شكرا على المشاهدة، كان معكم IDX، اشوفكم على خير، السلام عليكم. Play dead and I stay dead. Baby, you'll get sick of being the